برنامج دلوقتي بنستخدم برنامج الفاير إليت عشان اقدر احط عليه كل الارتفاعات وكل المقاسات بتاعه الوايبس, وده هيخلينا في الاخر نحسب الهيدروليك كالكوليشنز. طبعا بنستخدم بس في الاول كده بس ورقه بسيطه عشان نعرف احط عليه ارقام, لكن بعد كده انا كمهندس لوحدي هعرف اطلع الحاجات دي على الاوتوكاد. نحط طبعا فيها كل الحاجات اللي هنحتاجها في كل الهيدروليك كالكوليشنز, حاجات زي الديامتر, زي اللينس بتاعه الوايبس, عدد الوايبس قد ايه, عدد الفيتنجز قد ايه, وحتى الكي فاكتور احنا بنستخدمه في كل سبرينكلر. وعلى هذا الاساس برنامج بحط عليه كل البيانات بتاعتي, وفي الاخر البرنامج هيطلع لي يحسب الهيدروليك كالكوليشنز اللي انا محتاجها, وعلى اساسها اختار بيها البامب والفلوريد بتاعها. مهم طبعا ده مهم جدا يعني. الحمد لله احنا بنشتغل فيها اهو, الدنيا ماشيه كويس يعني, سهل ونخليك.